إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المستمعون والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع المعجزة الخالدة إخواني وأخواتي في الله القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد وحجته البالغة على الناس جميعا ختم الله به الكتب السماوية وأنزله هداية ورحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون نزوله في أعظم الأزمان وأشرف الشهور كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سورة البقرة سورة رقم 2 آية رقم 85 و100 وهو معجزة عظيمة ومعجزة خالدة إلى يوم القيامة كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر سورة رقم 15 آية رقم 9 وقد تحدى القرآن الإنس والجن ليأتوا بمثله فلم يستطيعوا كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سورة الإسراء سورة رقم 17 آية رقم 88 إخواني وأخواتي في الله القرآن الكريم معجز بأسلوبه وألفاظه ومعانيه وتأثيره ومن المعلوم أن لهذا القرآن ما يشبه السحر في تأثيره على النفوس والقلوب ومن الثابت تاريخيا أن التأثير كان له فعله في نفوس المؤمنين خاصة وفي نفوس المشركين عامة والآن بعد تعاقب الشهور والسنين والقرون والأزمان لا تزال للقرآن جدته ولا يزال له تأثيره بل زادت قوته قوة وحجته حجة وفي كل عام نجد القرآن الكريم ينير بآياته مساحة جديدة من الأرض وينشر الإسلام في أناس لم يكونوا يعرفون المسلمين من قبل كما أن هناك أمورا كثيرة تدل على إعجاز القرآن وكلما تقدم العلم ظهرت صور جديدة تؤيد هذا الإعجاز ومن أهم صور هذا الإعجاز أن القرآن الكريم جاء بكثير من أخبار الأمم السابقة وقصصهم وجاء بقدر كبير من العلوم والمعارف التي لم يعرفها الناس من قبل كما جاء بما يصلح عقائد الناس وعباداتهم وحياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين سورة النحل سورة رقم 16 آية رقم 89 أيها المستمعون الكرام القرآن الكريم موعظة وتبيان لكل شيء وشفاء لما في الصدور وهدى وبشرى للمؤمنين وتحذير للكافرين
كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة يونس سورة رقم 10 آية رقم 57 وثمانية وخمسون. القرآن الكريم هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورة آل عمران سورة رقم 3 آية رقم 300. وكما جاء في حديث صحيح عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يقلق من كثرة الرد اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف ولام وميم. رواه الحاكم في المستدرك حديث رقم 40 و2000. إخواني في الله لا عز لنا في الدنيا ولا نجاة لنا في الآخرة إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورة الإسراء سورة رقم 17 آية رقم 9. وكما جاء في حديث صحيح عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن حبان وهو سبب نزول الرحمة والسكينة والطمأنينة كما جاء في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم حديث رقم 99 و600 بعد 2000. وهو وسيلة السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة ومعلم القرآن ومتعلمه أفضل الناس وأرفعهم مكانة. فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري حديث رقم 27 و5000. وهو سبب النجاة من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. رواه أبو داود حديث رقم 53 و700 بعد 4000. وفي تلاوة القرآن الكريم أجر عظيم في الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف
ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي حديث رقم 10 و900 بعد 2000 والماهر بالقرآن يكون مع الملائكة المقربين يوم القيامة فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران رواه مسلم حديث رقم 27 و5000 ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي كما جاء في حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود حديث رقم 64 و400 بعد 1000 إخواني وأخواتي في الله الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ويحاج القرآن عن حامله ويتقدم بين يديه يوم القيامة فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة رواه مسلم حديث رقم 84 ولا يزال القرآن الكريم يطلب المزيد لصاحبه من نعيم الله كما جاء في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه ويزيد ويقال له اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة رواه الترمذي حديث رقم 15 و900 بعد 2000 أيها المسلمون لقد عرف أسلافنا حق القرآن وعملوا بمقتضاه فأعزهم الله ونصرهم فبذلك انقادت لهم الدنيا بأسرها ولكن مع الأسف الشديد نحن قد تركنا القرآن فضاقت علينا الأرض بما رحبت كما قال شاعر الإسلام شاعر المشرق الدكتور علامة إقبال رحمه الله في الأردية ومعززت زمانے میں مسلمہ ہو کر ومعززت زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر فعن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین رواہ مسلم حدیث رقم 17 و 800 ومن غفل عن القرآن في الدنيا فيكون حجة عليه كما قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا سورة الفرقان سورة رقم 25 آية رقم 30 وكما جاء في الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك رواه مسلم حديث رقم 23 و200 إخواني في الله إنه لثواب موفور يناله المسلم بسبب حبه لكتاب الله عز وجل فيا ليت شعري ونحن نعرف ما لقارئ القرآن من الأجر هل نحن نواظب على تلاوة القرآن فلا يمر بنا يوم إلا وقد قرأنا منه جزءا ونحن نسمع هذا الأجر العظيم من الشفاعة يوم القيامة والتقلب في رياض الجنات ولبس حلل الكرامة والرضوان هل عقدنا العزم على المواظبة على تلاوة القرآن؟ ما أعظمه منزله وما أكرمه جوارا وما أرفعه مكانا
كما جاء في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل رواه البخاري حديث رقم 26,500 ولقارئ القرآن أن يخلص في قراءته ويبتغي بذلك وجه الله تعالى ويحفظ عمله من الرياء ومن أغراض الدنيا وإلا تكون قراءته وبالا عليه فالحذر الحذر يا عباد الله من الرياء والسمعة اقرأوا القرآن خالصة لوجه الله رغبة فيما عنده من الثواب وخوفا من العقاب أيها المستمعون الكرام وينبغي لقارئ القرآن أن يتنظف ويتطهر ويتهيأ بما يليق بكتاب الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون سورة الواقعة سورة رقم 56 آية رقم 77 إلى 79 وينبغي له أن يحسن صوته بقراءة القرآن فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزيين الصوت عند قراءة القرآن كما جاء في حديث صحيح عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه فسمعه يقرأ القرآن بصوت جميل فجلس يستمع إلى قراءته وقال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود رواه البخاري حديث رقم 64,500 إخواني في الله ومن حقوق القرآن أن يتفكر القارئ بما هو يقرأ حتى تؤتي القراءة ثمارها فيفهم المعنى المراد ويصل إلى الفهم المطلوب كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سورة صاد سورة رقم 38 آية رقم 29 ولذلك يستحب ترديد الآية أحيانا للتدبر والتفكر كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سورة النساء سورة رقم 4 آية رقم 82 إخواني في الله وتلاوة القرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة ولكن مع الأسف الشديد كثير من الناس يقرؤون القرآن ولا يفهمون مما يقرؤون شيئا تمر عليهم آيات الوعد بالنعيم التي لو تأملوا لتحرقت قلوبهم شوقا إلى موعودها وتمر بهم آيات العذاب والوعيد التي لو فكروا فيها لتقطعت نيات قلبهم فزعا وخوفا لكنهم لا يبالون بشيء ولا يقيمون حروف القرآن ولا يعطون حقها وكان الصحابة والسلف الصالح يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته حيث أمر الله بقوله ورتل القرآن ترتيلا سورة المزمل سورة رقم 73 آية رقم 4 ومن حقوق القرآن أن يبلغ المسلم هذه الرسالة إلى كافة الناس كما قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب سورة إبراهيم سورة رقم 14 آية رقم 52 وكما جاء في حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاري اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرزيك عنا واهدنا به سبل السلام وأخرجنا به من الظلمات إلى النور واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك وبارك في علمك وعملك وجعلك خادما للملة والدين. يا عيد يا هدية لربنا ارحمها، أنت الذي تبعث فينا نشوة المجتمع.